السلام عليكم. كمل مع بعض شرح أمثلة الاكتيفيتي والنود. هنحل آخر مسألة في الشيت 3، ودي تقريبا أهم مسألة لأن اتشرحت في المحاضرة وجت في امتحانات قبل كده وجت في الكويز تقريبا، فهنركز عليها لأن احتمال تيجي في الميد تيرم. مسألة عبارة عن إيه؟ مسألة عبارة عن مشروع فريم أو مصنع، وعايز نعمله بار تشارت وأكتيفيتي أون نود وأكتيفيتي أون أرو، ومديني الداتا بتاعته وعايز احول الداتا دي لجدول زي ما احنا متعودين عشان ابدا ارسم بيه بقى الشبكه والبار تشارت. فاول حاجه هعمل كده جدول، خلي مثلا اول خانه دي اسم النشاط اللي هو الاي دي، عندي مثلا كام نشاط عندي هنا، هتلاقي 4 أنشطة: الفوتينج والستيل فريم والبيرنز والجلادين. مثلا هسميهم A و B و C و D. فمثلا عندي كده A وال B و C و D، تمام. شد خط كده مع كل نشاط. عايز اول حاجه احسبها الديوريشن اللي هي الاو دي. هنا هو مش مدهالي صراحه، مدهالي في صوره معدل ان هو بيقول لي الفوتنج بيشتغلوا 6 أواعد في اليوم. طب انا عندي كام قاعده؟ نيجي كده نعدهم مع بعض، هتلاقي ان هم اصلا في كام فريم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فانا كده عندي 13 فريم. طب وكل فريم فيه كام قاعده؟ لو فاكرين شكل الفريم في الاليفيجن بيبقى فيه هنا قاعدة وهنا قاعدة، فأنا كده عندي كل فريم ليه قاعدتين فهضرب في 2، فأنا كده عندي 26 قاعدة، وهم أصلا بيشتغلوا 6 أواعد في اليوم، فأنا كده محتاج كام يوم؟ فحاسم 26 قاعدة على 6 أواعد في اليوم هيديني تقريبا 4 وشوية، أقربها لي R الكبير اللي هو 5 أيام. فكده أول حاجة هنا الـ OD الـ duration هقول له ان دي 5 ايام. بعدين الستيل فريم اللي هم اصلا 13، هو بيعملوا 2 فريم في اليوم، يبقى 13 على الاتنين هيديني تقريبا 6.5، اقربها للكبير اللي هي 7. بعدين البيلينز بيقول لي بيعملوا باكية، الباكية اللي هي ما بين كل فريمين. طبعا عندي 13 فريم، يبقى بينهم كام باكية؟ بينهم 12 باكية. يبقى 12 على كام باكية في اليوم؟ بيعملوا باكية واحدة في اليوم، يبقى 12 على 1 ب 12 يوم. بعدين هنا عندي آخر حاجة الجلاتينج أو التغطية أو السقف، عندي برضو كام بيعملوا باكيتين في اليوم، وأنا عندي 12 باكية، يبقى 12 على 2 بقى يبقى 6 أيام. يبقى كده جبت الديوريشن عن طريق إن أنا قسمت الكمية، الـ OD هتساوي الكمية على الـ PR المعدل الأداء أو المعدل التنفيذ. بعدين عايز بقى أعرف الـ depends on النشاط ده بيعتمد على إيه. يبقى كده الـ depend on، وبعدين عايز أعرف اللي بيعتمد عليه ده علاقته بإيه، الـ relation، وهل في lag بينهم ولا لأ. هو هنا في المسألة ما قاليش أي حاجة من الحاجات دي، هو قال لي كلمة واحدة بس، قال لي أنا عايزك تحقق لي minimum project duration، عايزك تحقق لي أقل مدة للمشروع. من المتعارف عليه إن أقل مدة للمشروع بتتحقق لما تعمل حاجتين، لما تعمل الأنشطة بينهم علاقتين، علاقة start to start وعلاقة finish to finish. يعني تخلي مثلا النشاط B يبدأ بعد A بيومين وينتهي بعد A برضو بيومين. يبقى كده مثلا لو عندي شكل النشاط كده، كده ال A وكده ال B، هتلاقي ان ال start مع ال start بس في بينهم فرق مثلا يومين، وهنا ال finish مع ال finish وفي برضو بينهم فرق يومين، فده كده start to start وده finish to finish. من التجارب او من الخبرة اتضح ان العلاقتين دول هما اللي بيدوا اقل بروجكت ديوريشن، فبالتالي احنا هنعتمد في الحال بتاعنا ان احنا كل نشاطين نعمل بينهم علاقتين، علاقه ستارت تو ستارت وعلاقه فينش تو فينش. طيب اول نشاط ده بيعتمد على ايه؟ زي ما احنا متعودين ان اول نشاط مش بيعتمد على حاجه، لو اصلا الاواعد مش معتمد على حاجه، فهتلاقي هنا كلها
مفيش اي حاجة. بعدين البي معتمد على النشاط اللي قبل اللي هو الايه، بس زي ما قلنا ان انا هعمل علاقتين، فعشان اسهل على نفسي هعتبره نشاطين، يبقى هنا مثلا ايه وهنا برضو ايه، هنا العلاقة بينهم start to start وهنا finish to finish. بعدين الرقم اللي بتفرده هنا اللي هو اللاج ده رقم اختياري براحتك عادي، مثلا هنفرض ان هو 2 2 و2. بعدين عندي السي بيعتمد برضو على البي، يبقى هعمل برضو علاقتين بين البي والبي، بس واحدة start to start واحدة finish to finish، وهفرض مثلا ان هما 1 و1. اخر حاجة الدي بيعتمد على السي علاقتين start to start و finish to finish، وهفرض مثلا ان دي start to start ب2 و finish to finish ب1. الارقام دي كلها فروض انت ممكن تفردها، بس يعني بحس هندسي شوية. يبقى كده احنا جبنا الجدول، عايزين بقى نحوله الى رسمة اللي هي activity on node و activity on arrow. نبدا بالسهل الاول اللي هو اكتيفيتي اون نود. اكتيفيتي اون نود هتلاقي اول حاجه ان انا بعمل اول نشاط اللي هو مثلا ابدا بالاول بالستارت، وبعدين هبدا باول نشاط اللي هو الايه. الايه مدته قد ايه؟ مدته مثلا 5 ايام زي ما قلنا في الجدول. الجدول هنا مدته 5 ايام. طيب بيعتمد على حاجة؟ لأ، يبقى أوصله بالستارت. بعدين هعمل بعدين نشاط بي. بي بيرتبط بإيه؟ بمرتين أو بعلاقتين، علاقة ستارت تو ستارت وعلاقة فينش تو فينش. ستارت تو ستارت دي فيها لاج ب2 وفينش تو فينش فيها لاج ب2 برضه، والبي مدته زي ما قلنا في الجدول 7 أيام. بالمثل بعد كده النشاط سي بيرتبط بإيه؟ النشاط مدته 12 بيرتبط بإيه؟ بعلاقتين، علاقة start to start هو هيبدأ معاه بس في فرق بينهم يوم مثلا، وهينتهوا مع بعض بدل بس في فرق بينهم برضو يوم. آخر حاجة النشاط دي هو برضو start to start و finish to finish، ومثلا هنا start to start ب2 و finish to finish ب1 و duration 6، وآخر حاجة هتوصل دي بالإند. يبقى احنا كده جبنا الاكتيفيتي اون نود. نيجي بقى نحسب التايم، هنا 0 وبعدين هنا 0 و5. بعدين 5 هتمشي هتقابل الاتنين في سكتها، يبقى 5 و2 يبقى فيه هنا 7. 7 ناقص 7 0. ارجع براجع عشان احسب التايم، بس في علاقة تانية يبقى لازم احسب الرقمين دول تاني. هنا 0 هيمشي كده هياخد معاه الاتنين، يبقى هنا فيه 2 2 و7 9. مين الكبير، 2 و9 ولا 0 و7؟ يبقى 2 و9 هي الأكبر، يبقى نمسح دول. بعدين 9 هتنزل برضو تاخد معاها 1 تبقى 10. 10 أطرح منها 12 يبقى سالب 2، يبقى واضح إن هي مش هتنفع. طب أجرب التانية، 2 أخد معاها 1 يبقى 3. 3 و12 يبقى 15، يبقى دي كده صح. 15 و1 هيبقى 16. 16 هتشيل منها 6 هيبقى هنا 10، وهنا التلاتة هتنزل تاخد معاها الاتنين، يبقى 3 و2 5. 5 و6 11، لا يبقى اللي تحت هي الأكبر، يبقى دي نمسحها، يبقى 10 و16، وفي الآخر يبقى ده 16. نيجي بقى بالراجع، 16 هنا في 16 و10. بعدين هنا في 16 دي هترجع هنا 15 عشان شلنا منها 1 في السكة، فبقى في هنا 15 وفي هنا هنشيل منها 12 يبقى 3. طيب العشرة برضه هترجع هنشيل منها 2 تبقى 8، ونزود عليها 12 تبقى 20. احنا هنا بناخد الأصغر فناخد 3 و15. بالمثل برضه 3 هترجع لورا ونشيل منها 1 تبقى 2، نزود عليها 7 تبقى 9. الخمستاشر هترجع ونشيل منها 1 تبقى 14، ونشيل منها 7 تبقى 7، ناخد الصغير اللي هو 2 و9، يبقى نمسح دول. الاتنين هترجع لورا هتبقى 0، ونزود 5 تبقى 5. والتسعة هترجع لورا هنشيل منها 2 تبقى 7، ونشيل منها 5 تبقى 2، يبقى ناخد الصغير اللي هو 0 و5. يبقى انت دايما في طريقة الاكتيفيتي اون نود بتحسب مرتين لو عندك علاقتين، وتشوف الأصغر منهم لو انت باكورد، والأكبر فيهم لو انت فورورد.
يبقى كده جبنا اول حاجه اللي هي الاكتيفيتي اون نود. عايزين بقى نحولها او نرسم الاكتيفيتي اون ارك. اول حاجه انا عندي النشاط ايه ده مدته 5 ايام ومش بيعتمد على حاجه. يبقى ابدا ارسم كده النشاط ايه مدته 5 ايام ومش بيعتمد على حاجه. بس هتقابلني مشكله ان النشاط بي عايز يبدا بعد النشاط ايه بكام يوم، بيومين، اللي هو اللاج. لو بصينا هنا في الجدول تلاقي ان في لاج يومين، او لو بصينا هنا في الاكتيفيتي اون نود هتلاقي ان في لاج يومين، انه عايز يبدا بعد الاي يومين. طب دي اعملها ازاي على الاكتيفيتي اون ارو؟ قال لك انت عايز تبدا بعد ايه بيومين، يعني بدل ما تخلص الاي كله مره واحده، لا خلص يومين بس من شغل الاي وبعدين ابدا اعمل النشاط بي. يبقى ده كده نسميه مثلا ايه واحد وبعدين نحط جنبيه اتنين. وهنا مثلا بي واحد. يبقى انت كده خلصت يومين من شغلك في ايه وبعدين رحت بادئ ببي واحد اللي هو مثلا او بي بقى، خلي ما نستعجلش في الشرح، خليها بي مثلا، واتنين اللي هو الباقي بقى من المدة ايه اللي هي 5 ايام، اتبقى هنا 3 ايام. يبقى هنا النشاط بي اللي هو مدته اصلا 7 ايام. بالمثل هتلاقي ان في مشكلة ان النشاط سي عايز يبدأ بعد النشاط بي. بس الاول احنا كده عملنا اول علاقة اللي هي الستارت تو ستارت. يبقى دي كده الستارت تو ستارت باتنين. عايزين نعمل الفينش تو فينش باتنين برضو، يعني البي ينتهي بعد نهاية ايه بيومين. نعملها ازاي؟ هتلاقي ان انا محتاج ان انا اقسم البي برضو. البي هقسمها بحيث ان انا يتبقى عندي يوم، يتبقى عندي يومين في شغل البي واكون خلصت الايه. يعني ايه؟ يعني انا لما اخلص الايه يتبقى لي يومين في شغل البي، فبالتالي شغل البي كله على بعضه 7 ايام، عايز اخلي منهم يومين في الاخر لما اخلص الايه. فحاجة هنا اقسم برضو البي، بي واحد ده مثلا اخليه 5، وهنا في بي اتنين ده اخليه يومين، وهنا هقول له ايه؟ هقول له ان الاي اتنين ده بينتهي مع نهاية البي واحد، وكده البي كله على بعضه اتبقى له يومين اللي هو بي اتنين. يبقى انت كده عملت العلاقتين، علاقة الستارت وستارت اللي هي يبدأ بعد الاي باتنين وينتهي بعد قبل نهاية البي باتنين، او البي يبدأ بعد ايه باتنين وينتهي بعدها باتنين برضو. يبقى عشان تتحكم في المدة بتقسم النشاط. انت في البداية عايز الاي، عايز تبدأ بعد الاي بيومين، يبقى تخلص شغل يومين من ايه وبعدين تبدأ شغل البي. طب عايز تنتهي قبل البي بيومين، يبقى تسيب يومين في الاي في البي، تسيب يومين في الاخر قبل ما تخلص الشغل خالص، تسيب يومين وتروح مخلص الاي. بعدين نخش بقى في السي. السي برضو عايز يبدأ start to start مع البي بلاج واحد، يعني عايز يبدأ بعد بداية بي بواحد. طب دي نعملها ازاي؟ زي ما عملنا مع الاي هنعمل مع البي. ان انا هقسم البي اخلي في هنا مثلا، اعمل هنا بدل ما هي بي واحد مرة واحدة خليها مثلا في هنا بي واحد ده مدته يوم واحد، وهنا في بي اتنين ده مدته 4 ايام، يبقى مجموعهم 5 زي ما كانت. هنا مثلا نخليها بي 3، وبدل ما السي يبدأ من هنا، لا انا اخلي السي يبدأ من هنا بحيث ان هو يبدأ بعد ما اكون خلصت شغل يوم واحد في البي. يبقى بعد ما يكون بي بدأ بيوم واحد يبقى ابدأ هنا السي. وبرده السي عايز السي مدته اصلا كام يوم؟ مدته 12 يوم. طب انا عايز اخلص البي قبل ما اخلص السي بيوم واحد، لان انا عندي هنا اللاج يوم واحد. يبقى ال 12 دي هقسمها 2، هقسمها 11 و1. هنا مثلا سي، هنا مثلا 1 و2، هنا سي 2 اخليها بواحد، واخلي هنا البي 3 ينتهي قبل نهاية السي بيوم واحد.
يعني انا كده عملت 11 يوم في السي، اتبقى لي يوم واحد اروح قبل ما ابدا في اليوم ده اروح مخلص البي. طيب بعد كده عايز بقى ابدا الدي، الدي برضو عايز ستارت تو ستارت مع السي بلاج يومين، يعني عايز يبدا بعد ما اكون خلصت شغل يومين في السي. يبقى بنفس الفكره اللي عملناها مع الاي هنعملها مع السي، ان انا ال11 دي مش هاخدها مره واحده، لا انا هشتغل يومين الاول، هشتغل يومين الاول مثلا سي واحد اعمل اشتغل يومين، بعدين سي اتنين عشان اتبقى على ال11 كام، 9، وهنا الواحد دي زي ما هي، وهنا الدي بقى هيبدأ بعد ما اكون عملت يومين في السي. اذا بعد ما اكون عملت يومين في السي واحد ابدأ شغل الدي اللي هو اصلا مدته 6 ايام، وبرضو عايز انتهي بعد السي بيوم واحد اللي هو فينش تو فينش بواحد. يبقى الستة اخليها على مرتين، خليها 5 وخليها 1، دي 1 وهنا دي 2، هنا 5 و1، والسي 3 هينتهي قبل نهاية الدي بيوم واحد. يبقى احنا كده خلصنا ال activity on arrow. يبقى ملخص التحويلة او ملخص الرسمة، ان انا بشوف عايز ابدأ بعد النشاط ده بقد ايه، يبقى اقسم النشاط ده جزئين، الجزء الاول ده الفترة اللي انا عايز ابدأ بعدها. طب لو عايز العكس، لو عايز انتهي بعد النشاط ده بفترة قد كده، برضو اقسمه فترة جزئين، الجزء التاني هو ده الفترة اللي انا عايز استناها او عايزها تتبقى لي في الاخر. بعدين بقى نعمل الازمنة، هنا مثلا عندي 0 وهنا 2 يبقى 2، وبعدين 2 و3 يبقى هنا في 5، واستنى اشوف الرقم التاني، 2 و1 2، 3 3 و4 يبقى فيه هنا 7، 7 أكبر من 5 يبقى دي نمسح، بعدين 3 و3 وفيه هنا 2 يبقى 5 5 و9 يبقى فيه هنا 14. طب وفوق جايلي كام؟ 7 و2 9، يبقى خليني في 14 زي ما أنا. هنا 5 و5 و5 10، وفوق 14 و1 15، يبقى خليني في 15. أخيرا 15 و1 يبقى هنا 16. يبقى ده كده أقل مدة للمشروع 16 يوم، وأنا أرجع برضو بنفس الطريقة، 16 من 1 15، 15 من 5 يبقى فيه هنا 10، وهنا 15 من 1 14، 14 من 9 يتبقى لي 5، يبقى أخد الأصغر اللي هو 5، 5 من 2 أشيل من 2 يبقى 3، الناحية التانية 14 أشيل من 2 تبقى 12، 12 أشيل منها 4 يبقى 8، خد الأصغر اللي هو 3، التلاتة شيل منها 1 تبقى 2، الـ12 شيل منها 7 تبقى 5، خد الصغير اللي هو 2، 2 شيل منها 2 تبقى 0. يبقى كده عملنا الـ activity on arrow والـ activity on node. آخر حاجة فاضلة اللي هي الـ calendar والـ bar chart. الـ bar chart سهل جدا، نرسمه الأسهل من الـ activity on node، إن أنا أشوف كل نشاط من الأربعة بيبدأ إمتى وينتهي إمتى. الـ A مثلا هتلاقي هنا في الـ activity on node من 0 لـ5، يبقى هنا من 0 لـ5، بعدين الـ B من 2 لـ9، تلاقي هنا من 2 لـ9، نقولها تاني، هنا الـ A من 0 لـ5، هحط هنا الـ A من 0 لـ5، وبعدين الـ B من 2 لـ9، هحط الـ B من 2 لـ9، والـ C من 3 لـ15، هحط الـ C من 3 لـ15، وهكذا الـ D من 10 لـ16، هحط الـ D من 10 لـ16. البار شارت سهل جدا. اخر حاجه اللي هي الكالندر، بعمل النتيجه بتاعتي عادي خالص، ببدا من 1 ورقم، وبمسح ايام الاجازات ما عدا يوم الجمعه ده لان فيه اكسبشن، هتلاقي هو قايل لك في المساله بيقول لك ايه، بيقول لك فرايدي از ويك اند، وبعدين الفتره من 15 ل 18 ابريل دي نون وركينج يعني اجازه برضو، وبعدين الاكسبشن هو يوم 14 ابريل، هنا يوم 14 ده في شغل عادي ده استثناء، الباقي اجازات،
هنشرح على الأجازات بعدين نرقم بقى الأيام دي من أول زيرو لحد مدة المشروع اللي هي 16. بعدين نحسب بقى الجدول اللي بنطلع منه التايمز بس بدلالة التواريخ، يعني بدل ما أحط اللي ستارت واحد اتنين تلاتة أربعة، لأ أحطها واحد أربعة اتنين أربعة وهكذا. ودايما الستارت بناخدها من الكالندر زي ما هي، لكن الفينش من لكن الفينش بنزود واحد عشان معنى ان مثلا الاي من زيرو لخمسة معناها ايه؟ معنى كده ان الاي هينتهي يوم خمسة في حاجة هنا في الكالندر، زيرو اللي هو اول يوم اللي هو يوم واحد اربعة. طب الخمسة في التراكيم هتلاقي ان هي يوم ستة اربعة، فهشيل منها واحد، هشيل منها واحد اخليها اربعة، وبعدين اخش النتيجة على رقم اربعة اللي هي خمسة اربعة. طب انا ليه شلت واحد؟ لان هي معناها ايه؟ معنى الكالندر دي كلها شغالة بتوقيت الساعة 8 الصبح، فمعنى انك تقول له ان نهاية ايه يوم ستة اربعة معنى كده ان هو هينتهي يوم ستة الساعة 8 الصبح، وده غلط. انا عايزه ينتهي يوم خمسة مش يوم ستة. فعشان كده ريح نفسك وخد الستارت من النتيجة زي ما هي، لكن الفينش اطرح واحد وخد الرقم من النتيجة على طول. ده كده كان نهاية المثال ونهاية الشيت، وإن شاء الله كنا جمعنا كل الأفكار، ويا رب يكون سهل. والسلام عليكم.